شبكة أنا هي عم تشتغل اليوم على منتدى لدعم النساء الناجحات وتقوية التنسيق بيناتهم لحتى نحقق نحن متطلبات أو نحدد الاحتياجات والمشاكل اللي عم تمر فيها النساء الناجحات بالمنطقة، وخاصة بالفترة الأخيرة بعد الحملة اللي صارت في كتير مشاكل عم تعرض لها النساء الناجحات، ونحن ما عم نقدر أو ما بيكون في حلول واضحة لهذا الشيء. المنتدى اليوم بحضور حلقة سام أحسن مكفران بيل عم يوضحها أو رح يحدد هدول المشاكل مع النساء الناجحات نفسهم، ورح نحدد احتياجات وحلول لهدول المشاكل. أهم شغل السكن، يعني هلأ السكن عم بيكون أحيانا يعني العائلة مألفة من 4 أخوي وكلهم مجوزين، فما في محل، يعني ما في محل بدي يبركوا كلهم مع بعضهم، يضطروا هون عم بيصير المشاكل داخل البيت لأن أطفال مع بعضها، النقص المادي هاي كمان مشكلة كبيرة، الحالة النفسية بتكون صفر، الأب ما بيتحمل الأولاد، الأم ما بقى تتحمل معيشة، عم بيأدي أحيانا لطلاق،